السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي متتبعي قناة عبدو إنفو، مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نتعرفوا على كيفاش نوجدوا ونقادوا الفلاشة ديال الساعة الذكية من نوع أ، يعني نوجدوها نقادوها بريوسنا ومن بعد نفلاشيوها. ولكن ما كتلاحظوا معايا في الموقع، يعني راه ديجا حطيت الطريقة باش كنوجدوا الساعة الذكية هنا بالشرح وبالصور وبكل شيء. اليوم ان شاء الله غادي نشرح الطريقه بالفيديو، باش اللي عنده شي اشكال ولا شي حاجه ما فهمهاش يتفرج الفيديو، راه غادي يفهم الطريقه ان شاء الله، وغادي يوجد الفلاشه براسو. والساعه راه هي على هذا الشكل، يعني كما قلنا الساعه من نوع A1. انا هذه هي الساعه، اذا غادي نبداو على بركه الله. اذا يكفي اننا نتيليشارجيو الملفات اللي غنحط اللي حطيت لكم في الموقع هنا، وغادي نحطهم تحت الفيديو ان شاء الله، وتبعوا الطريقه معايا. غادي تلاحظوا طريقه وتبعوها، وان شاء الله غادي توجدوا الفلاشه بريوسكم. اذا اول حاجه نفتحوا البرنامج، هذا البرنامج اللي كيتسمى ريد باك اكستراكتور هذا. من بعد نضغطوا على هنا لود، كما درت في الموقع هنا راه ديجا حطيتها هنا، هي انا حطيت الصوره هنا. نديروها دابا في التطبيق، اذا نضغطوا على هذا اللود ريد باك اكس فايل، نضغطوا عليها ونمشيو لذاك الملف اللي حملنا، يعني راه كما قلت نحطو لكم في تحت الفيديو. ندخلوا هذا الروم ونتسناو، راه الا لاحظتوا معايا راه بدا العداد كيحسب هنا، لاحظتوا معايا هو بدا كيحسب هنا، يعني نتسناو حتى توصل العمليه 100%، توصل العملية 100% ونكملوا إن شاء الله. يعني طريقة بسيطة وسهلة جدا، يعني حنا كنوجدوا الفلاشة بريوسنا، يعني ما نحتاجوش نقلبوا على الفلاشة ولا يعني نسولوا ونبحثوا. إذا حنا نوجدوا الفلاشة بريوسنا، وراه ديجا درت الفيديو بالطريقه ديال الفلاش ديال الساعه الذكيه، وراه لحتها في الموقع هنا، وراه درت عليها حتى هي فيديو في يوتيوب. ما عليكم الا انكم تفرجوا في الفيديو، تبعوا المراحل، وان شاء الله غادي تفلاشيو الساعه ديالكم بريوسكم بطريقه سهله وبدون جهد. وكما العاده الى عجبكم الفيديو واستفدتوا منه، ما تبخلوش علينا بالإعجاب، وشاركوا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم، وكذلك اشتركوا في القناة، يعني باش يوصلكم الجديد إن شاء الله. إذا العملية راه غادية، راه قربت تسالي إن شاء الله، لأن ما عندناش مراحل بزاف، عندنا غير جوج ديال المراحل، علينا غير نتسناو أن العداد يسالي وغادي نكملو. إذا العملية راه قريبة تسالي. إذن ها حنا قربنا نسالي إن شاء الله. إلى سالات ها هي، إذن العملية سالات، هي عطاتنا 100% هنا. من بعد نضغطو على هاد الخانة التحتانية كما لاحظتو هنا، هي يعني غادي نضغطو على هاد الخانة التحتانية هنا ريبيلد فيرموير. هنا دابا غادي يبدا كيوجد الفلاشة، غادي تلاحظو معايا في الملف غادي يتلاحو فيه الفلاشات، هما الملفات، لاحظوا معايا الملفات غادي تزادوا فيه الفلاشات. هنايا عندنا اربعه الملفات، غادي يبدا يلوح الفلاشات وحده بوحده حتى تسالي العمليه. عندنا الفلاش الاول سالا، الملف الثاني، الملف الثالث لاحوا لابان لكم، وهكذا العمليه غاديه. اذا كاينين خمسه ديال الملفات اللي غادي يقاد لينا، وكما قلنا وجدناهم بريوسنا وبطريقه سهله وبسيطه، وما تحتاج حتى جهد، ما علينا غير نتبعوا المراحل، وان شاء الله غادي تفلاشيو الساعه ديالكم وترجع خدامه كما كانت في الاول. اذا بقات لينا عمليه واحده ان شاء الله ونسالم. كما قلت لكم ما علينا غير نتسناو ان هذا العداد يسالي، وديك الساعه نحبسوا البرنامج ونسدوه. اذا بقى ملف واحد، إلا لاحظتوا معايا هنا في الأول فاش حلينا الملف كانوا فيه غير جوج ديال
الملفات دابا ولاو فيه 6، غادي تزاد هاد الاخير ويوليو 7، حيت كيوجد لينا 5 ديال الملفات. هاد العملية الأخيرة كتاخد شوية ديال الوقت، حيت هي الملف الضروري كاع باش كنفلاشيو الساعة، وكياخد شوية ديال الوقت، ولكن نتسناو. إذا هي العملية سالات، ما علينا إلا نسدو البرنامج. إذا كذا كنكونو وجدنا الملف الفلاشة ديال الساعة بريوسنا، وراه ديجا درت فيديو كيفاش نفلاشيو الساعة، وغادي نلوحو لكم الرابط ديالو تحت هذا الفيديو إن شاء الله، باش اللي بغى يشوفو اللي بغى يفلاشي الساعة ديالو براسو يفلاشيها براسو إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.